اخر اخر جزء في بيقول لك تبسيط اجراءات التجاره والاستثمار. النهارده سياده الرئيس كان عامل اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التجاره والصناعه المهندس احمد سمير. والحقيقه زي ما حضرتك شايفين في الاجتماع النهارده كان بيتكلم على الكلام اللي انا بقوله من شويه، ازاي نبسط اجراءات الصناعه والتجاره، ازاي اعمل تنافسيه، ازاي اهتم. الرئيس النهارده بيتكلم مع وزير التجاره الجديد على المجمعات الصناعيه المنتشره، كيف يمكن تحقيق اكبر انتاجيه لها، كيف يمكن ان نساعد الشباب في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر على انه يدير مشروعه ليحقق قيمه مضافه للاقتصاد. ايضا كيفيه التعامل والتعاون والتواصل مع رجال الاعمال الوطنيين من كل المجالات بما يسهم في زياده حصه القطاع الخاص في المنظومه الاقتصاديه وفي نفس التوقيت رفع كفاءه الاقتصاد المصري. يبقى انا لسه بتكلم دلوقتي على البنك، على صندوق النقد الدولي، وبقول طلباته وملاحظاته وما وصل اليه من اتفاقات مع الحكومه المصريه والبنك المركزي المصري. والنهارده رئيس الدوله اهو بنفسه قدام حضراتكم، وادي وزير الصناعه والتجاره، وادي رئيس الوزراء بيتكلم على ثلاث اربع حاجات وردوا في التقرير: تبسيط الاجراءات، مشاركه القطاع الخاص والتواصل الدائم معاه، ومراجعه ومتابعه العمل في المجمعات الصناعيه والاتاحه الحقيقيه لرجال الاعمال والمستثمرين لجذب استثمارات جديده بتسهم بشكل واضح في عمليه خلق فرص عمل بين المواطنين المصريين.